لا بس ما يعتبر راقي، يعتبر لي في النص صراحة. أنا هي أنا جربت كم مرة يعني، ما كان سيء، كان سيء جيد يعني، مو بأخير سيء. لا لا ترى يعني كان مستوى يعني كتر، أنا اللي كنت أحبه مستوى كتر. تعال ما غيرنا لسارة. لا لسكور يا بالي على سكور. أوكي منو بيرتو؟ بيرتو كوريدور أبطال. وهذا اسمه موجود نبتة. بس ان الحرى انه المفروض يروح يطلع لك هالشيء. اوكي الحين شو سوي؟ شو سوي؟ انا اول شيء ما كان مفهوم. اوكي اوكي سوري 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 نرجع مره ثانيه. اوكي والخيبه اختفوا ما شفناه لسه. لحظه 45 ثانيه وين اختفوا السكين؟ اظن دوني ارى مستحيل يعني، او انه اب اير شيء في البلاد. يعني فلاتينا لازم تجمع له دمج شوي اذا بتذبح سنيك. يعني بس سنيك ترى هي ضد سنيك فلاتينا زينه. شو ما افكر حتى انه منو يختار. ها جيم 1 طيب انت شو فيك؟ خلنا نسين ونشوف براك زين شيف ويا هندي قرر مو بنت تسوي له نهير. تبغي جيم حقك على الحركه اللي سواها؟ نعطيك 1-1. انا ما بنحط 1-1 تمبرري شيف والله ترى اسوي شيء زين الحين. اوكي جيم 1 يعني حتى ما حد احنا هين احنا ما شفنا كيف جت له اول ستوكين اب ايرات ولا داون ايرات اب واحد من الاثنين. اذا بالشات بيخبرونا يعني كل شيء طيب. اوكي يعني سوى كل الايريز. اخر ستوك شفناه اب اير يعني. ايه يعني لهالدرجة المجاب وايد صعب بيكون. أكيد نايرو كان يقطع السنيكس. أوكي إيه صح هو كان يسوي لهم سبيد ران. فلاتينا وين وش أخباره؟ فترات كنسل. أوكي بس مباراة ثانية لا بس يسوي ستريم. بس هو بس مو على أصلا يشارك بطولات. لا لا أولنا لأن تويتش أولنا بيسوون بان حق القناة إذا هو طلع فيها. عندهم شي قوانين هبلة. عيل وين يسوي ستريم هو؟ على يوتيوب. لانهم مسوين حق ايش يسمونه؟ سووا بان حق قناته اصلا. تويتش اوكي بس يعني حتى بطولات عاديه ما يقدر يشارك فيها. هي شوف انا متاكد انه في ناس عادي عندهم انه يدش بس وايد ناس بس عادي. هي اول انه تعرف بيون الناس بيتفلسفون وما ادري شو اسمع انهم كبيرة مالهم كبره كفكار. جت على هالموضوع؟ ايه قوانين اذا انت اوكي بمشي لك كل شيء اذا ما انت داني مع انه ترى نايرو يعني كان فيفر في الناس يحبونه. ايه طبعا بس مشهور يعني شو سوي؟ لا لا بس اللي اقول انه يعني بس حتى لو كلهم يبغون يدش يسوي كونترات ما بيخلونه. ايه عشان اظن في ناس بيصيحون معنا كابتن زاكو معفن بس يعني. ايه بس هو استغل موضوع العمر في الموضوع. ايه المهم ها شكله رفيق من جيم 2. ايه لان صراحه تشوف ان نكته حاليا هلك كوريدور يعني تشوف ان ستكات ياسر طاير يعني دقيقه ونص الحين تشوف لانه شوف الشخصيات اللي سريعه في الهواء بعد تقدر تلقط سنين لو شو صار يمين يسار ما بس يا اخي انا ما احب نكته كان يلعب بلاتينو من متى؟ قريب سمار سمار يلعبها والله ما ادري انا صراحه بالي بس نهير كان قتل هذا احسن كمان الجيم اقول غيروا تنسيق الكوريدور. اوكي وين نغير الجزء؟ اوكي هني سووا يو زي ليش محسوب علينا هالاخ الاماراتي مو اماراتي بس يلا زين تعرف شو في ترى؟ لا والله سعودي جنسية اه المهم بس هو محسوب عليهم ايه حاطين امارات يوم بتفوز اوكي الحين ياسي يفوز فمو مشكلة خلي اماراتي زين والله ما يرون يسوي شيء
نفس بداية أول ثاني جيم شوفنا البداية شوفنا دومينانت والتريدز جالسة تنفع حق فالوتينا بالعادة منو اللي أوكي حق التريدز يكون هذا يكون سنيك إيه لأن عندنا قنابل يعني قرمي وغير هذا تجيل ما أدري شو صح هو الأثقل في الماتشاب المفروض أنه هو يستفيد من هالشيء لكن اوكي على الاقل الحين نشوف انه في تحسن في المباراه شوف لا اول ستوب دائما يكون شوي زين ترى يكون يسوي زين بعدين اخر شيء 3 ستوب شوي بيموت بس الدي اي كان وايد اوكي اوه كان شوي يصيد بالسي 4 تو اوه حاول يسوي اب تيلت لكن سوى سوانها لحظه سوانها بانش بالداون سماش ايه داون سماش مو بسريع اكيد ما اعرف شفت داون سماش شفته الحين ثلاث اربع مرات اوكي على السات كله انه على اللاندنج وعلى بس تسوي بانش حق اب تلت سنيك بداون سماش ايه ايه على السوق بالضبط وات اول سوق اول سوق مبروك حق مهير راح يسي هاني ايوه ما اعرف انه هالدرجه بلوتينا هلك لا اوكي هي زينه لا بس وقعت انت هلك سنيك هالكثر لان قلت لك الشخصيات اللي يقدرون ينفذون سنيك وايد اوكي هاي منهم يعني انا مثلا فيرجر ما اقدر الحق السنيك اصلا كسار فول ايه تعرف لازم اسوي ريد وما ادري شو هذا بس هاي وايد سريعه وايد تتحرك وايد تلف يعني وعندها الافير تم سنه إذا يابا تمسل حتى لو ما يابا تفتح من وقت وايد حسبة سيف يعني شو هي؟ الأب إير مال فلاتينا إيه ما بانش بديل لا أبدا إذا سويت تريت أنت اللي بتاكلها إيه شوف 400 سنة كبر تسوي وايد سوي أبدا ما كان كلوس السك ثلاثة صفر ترى ما يحرك لا شيء، لا شيء،